هذه الندوة اللي داروها المعارضة، وإن كانت عندنا عليها ملاحظات، والملاحظات لا نبديها نحن، يبديها الذين قاموا. حتى رحابي كان يقول ليس هنالك مؤشرات على أن السلطات سوف تتخذ الأمور محمل الجد، يعني هنالك رأي للسلطات، ويقصد السلطة الفعلية اللي هي العسكر، عندهم رأي معين. التنظيم، وكان منبر خطابي ولم يكن منبر حواري، وكان يوم واحد. نحن جينا هنا موش باش نجمعوا 700 واحد وكل واحد يتكلم 5 دقائق وانتهت الأمور. لو أنه خذينا زبدة من هؤلاء وتناقشنا في الأمور المختلف فيها، الرئاسيات قبل ولا الدستور قبل، هيئة تأسيسية منتخبة ولا الدستور قبل، وهكذا يبقى النقاش. ثم من قد نصل، قد يعدل أحد عن رأيه، بل نحن كان ضد الرئاسيات، ربما الآخرين يقنعون بأن الدستور هو الأساس، وربما الأخ، وهكذا. يعني لا بد لنا أن يكون هناك حوار. إذا فرق بين منبر خطابي فيه خطابة وكل واحد يتكلم وإعلام ويوم واحد، ويبان البيان عند الإعلام قبل ما يقراوه أصلا، ولا يناقش البيان هذا، لا يناقش، المفروض يتناقش. خذ يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، قال لك احنا ما نستطعوش، ما عندناش المكان وما كاش المال، والنظام ربما ما يخليناش نكري وقاعات أخرى. إذا القضية لا يمكن أن تمارس الحرية السياسية وأنت في أرض ديكتاتورية. الدولة إذا كان سمحت لك بقاعة يكريوها لك، ولا راحت صاحب القاعة تقول له لو كان تكري لهذه الجماعة نزيدوا لك في الضرائب، نزيدوا لك في التريسيتي، نغلقوا لك شهر، نغلقوا لك كذا. ما يمكنش. وين يديروا الناس اجتماعات كبرى؟ في ديارهم، في الغيب، في الوديان، في الجبال. خلاص الدولة هي اللي تتملك، هي تقول تحرش القاعة هذه تكون وهذه ما تكونش، وهذا شيء عجيب جدا. إذن هذه الندوة لم تكن يعني. ولذلك إخواننا ذهبوا، أنا العبد الضعيف ذهبت، وأنا مش ذهبت لكي أدخل القاعة، وإنما لكي أطلب إخواني الذين كانوا داخل القاعة ليعطيهم بعض المعلومات وبعض الأشياء معينة، فمنعت. حتى قالوا ما تقعدش حتى قدام القاعة، أي ما تقعدش أمام، وأنا ما عندي لا حكم قضائي ولا متابع ولا أي شيء، هذا كل شيء ما كان. ذراع، يعني ذراع قوة، احنا عندنا القوة نديروا فينا، نديروا رأينا، هذا هو المقصود نتاعها. وروح اشكي للوزير ولا اشكي للنائب العام ولا كذا، ولا واحد يتحرك. وهذه مدة 17 سنة، مش مدة عام ولا عامين، 17 سنة إلى يومنا هذا، حتى هذا الوقت اللي نتكلم فيه، ولا واحد فيهم تكلم وقال عيب عليكم ولا حرام عليكم ولا الدولة مش تاع قانون. هذا السيد حقه ما كانش. يعني البارح حبيت نروح لتيزي وزو، أنا عندي أصهاري في تيزي وزو وعندي أيضا في بجاية، يعني ممنوع ما تروحش صحراء، ما تروحش هذيك، ما تروحش، وعندك حكم قضائي. ذراع ذراع ذراع، هذه العصابة، هذه هي العصابة. إذا فالمسألة، أنني المسألة هذه الفقهية حبيت نقول بأن من حقنا نحن نروح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر حتى المجتمعات نتاع الكفار واجتماعاتهم، ويتكلم ويدلي برأيه عليه، ليس عيب في هذا. العيب، كل العيب، أن تذهب إلى هذه التجمعات أو هذه الندوات أو هذه الجلسات، ثم بعد ذلك تجاريهم فيما هو مخالف للشرع أو مخالف للسياسة الشرعية، أو أن تكون مجرد بوق أو مجرد يعني اسم يكسروا بيك للآخر ويصوروك وانتهت القضية. لا، تروح صاحب رأي. ولذلك أنا دائما أحاول عندما نسمع اجتماع هنا واجتماع هنا، روح، ما هوش عيب. النبي كان يخشو
يرجي عليه الصلاة والسلام جميع مناطق هؤلاء، يجي عند الكفار وعند كذا ويناقش هذا ويعرض روحه على القبائل ويمد رأي، ولكنه لم يتنازل. ولذلك خاوتنا بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا، لما رأوا الفوضى ولما رأوا أن الأمور ليست على ما يرام، احنا ما جيناش هكذاك باش نسخنوا الكراسة، احنا جينا عندنا رأي ونتناقشوا ونمد كذا، انسحبوا. وفي هذه شيء معروف وعادي عند الجميع، هذا شيء عادي، معناها ناس هذو ليسوا مجرد أبواق أو أرقام أو وجوه للزينة وللبهرجة، لا، هذو ناس عندهم رأي وعندهم كذا، أنا جيت باش نقول رأيي، شفت الأمور على غير ما يرام ننسحب. فبارك الله فيهم على كل حال، انسحبوا إخواننا وسجلوا اعتراضات نتاعهم، والحقيقة بان فيما بعد بأن الأمور كانت مرتبة، واللي صرحوا بهم وأنهم حبوا يهربوا لهم باللعب، وأن هناك اختراق أيضا داخل هذا الأخرين، وأدلى كل واحد برأيه. ولذلك هذه مسألة لها علاقة كيف نتعامل مع من يخالفنا الرأي، المصلحة والمفسدة.